هو عجلة. تفضل. هو قبل شريعة اللقباط والعقد القبطي، هو يعني اللي مضى عليه قوانين 1 2 3 قبل ما يخش. لازم تبقى واثق يعني، عارف انت رايح فين. مفيش فكاك عندك ابواب واسعه تانية، يعرف ادي واسعه وادي ضيق. بس مش كل الواسع هيوصل السماء يعني، فقر. فانا من البدايه وعارف قوانيني وعارف كنيستي، عشان كده احنا بنعمل بقول البرنامج الاسبوعي ده توعيه شامله في كل ما يتعلق بالزواج. اللي دخل الجوازه دي مش خارج منها الا 1 2 3. ايوه مفهوم. انا عايز اقول لحضرتك، انت بتقول طبعا المحكمه الاداريه العليا ما اخطاتش لانها احتكمت للوائح. مش هعلق، لا ده عندي كلام كتير على الوائح. طيب انا وبالتالي ما ليه احتكمت ليها الكنيسه؟ يعني انا النهارده احتكمنا ليها؟ لا ما احتكمناش. لا هي واخده موقف من المحكمه الاداريه العليا. هم واخدين موقف من الحكم يعني. خلينا نطلع فاصل عيال ونرجع تاني ونشوف اصداء الحكم ده في الشارع المصري وفي المهجر. نرجع تاني لابونا بولا بندر. اللوائح. واللوائح اللي اتكلمت. اللوائح. احنا معاك، بس هنشوف برضو اصداء ده بين اقباط مصر واقباط الخارج. الحكم ده شكله ازاي؟ ناس كتير ممكن تبقى مع الموضوع، بس في قله برضه. ازاي؟ يعني برضه لازم نناقش. في قله طبعا اللي هم حالهم واقف، بمعنى اصح يعني اللي عارف الجوازه بتاع مبسوط من المحكمه الاداريه العليا. هنطلع فاصل اعلان ونرجع تاني، ونرجو ان المسائل ابتدت تبقى واضحه دلوقتي. احنا فهمنا الشرع المسيحي عامل ازاي وايه الموقف بشكل واضح جدا. هنبقى نمشي حته زياده بقى في الزواج الثاني اكتر، ونركز على القضيه دي اكتر لانه ليها وضع خاص اكتر. ابقوا معنا. الحكم القضائي الذي خرج علينا منذ عدة أيام بالسماح للأقباط بالزواج الثاني جاء صادما للكنيسة الأرثوذكسية، ليجتمع صباح اليوم المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا شنودة ويعلن رفضه تماما لهذا الحكم القضائي، خاصة مع وجود نص صريح في الإنجيل يحرم الزواج الثاني إلا بعلة الزنا، وأيضا القانون الذي وضح أن التعامل مع المصريين غير المسلمين يكون وفقا لشريعتهم. المجمع الثاني للقانون ولكنها لا تقبل أحكام ضد الإنجيل وضد حريتنا الدينية، لا تقبل أحكام ضد الإنجيل وضد حريتنا الدينية التي كفلها لنا الدستور، كما تعلم أن الزواج عندنا هو سر مقدس وعمل ديني بحت. ولكن الأهم أيضا هو ما أعلنه قداسة البابا، لأنه حتى ولو اعتمد أحد الأقباط على هذا الحكم القضائي فلن يجد من يزوجه للمرة الثانية في الكنيسة. أعلاننا الذي أعلنه اليوم في المجمع المقدس يعبر عن رفضنا للحكم بإلزام الكنيسة، لأن كيف يمكن أن تلزم الكنيسة بشيء ضد ضميرها وضد اعتقادها؟ مش ممكن. الحكم القضائي الذي خرج منذ أيام مستندا على أن المجلس الملي عام 1939 أعطى الحق بالزواج للمرة الثانية رفضته الكنيسة رفضا تاما. أما عن إلزام الكنيسة في أمور دينية ضد شريعتنا أو ضد الإنجيل وقوانين الكنيسة فأمر لا تقبله ضمائرنا، لكن لا نريد في نفس الوقت أن نسبب حتى حربا للرئيس إذا كان لا يريد التدخل في أحكام القضاء، لكن ممكن أن يتدخل فيما أحدثه حكم القضاء من تعب لمجموعة كبيرة من الشعب تصل إلى عدد من الملايين. مع الاتهامات المواجهة للكنيسة بأنها بترفض الحكم القضائي حتى تكون مستقلة عن القضاء، أكد قداسة البابا شنودة رفضه تماما لهذا الاتهام، وأكد أيضا أنه ينتظر ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة قبل أن يعلن رد فعل الكنيسة. سارة حازم، القاهرة اليوم.
نعود مرة أخرى، وعايز بس أقرأ حضراتكم برضو جزء من حكم المحكمة علشان ما نبقاش بنتكلم من طرف واحد، ما في النهاية ده إعلام يعني. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الكنيسة تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط كافة، وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وأن القضاء يراقب المسؤول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من أنه لم يتجاوز سلطاته المنوط بها، وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني، وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون الخروج عليها أو التجاوز لها. نقطة بس قبل ما أكمل، هل فعلا القضاء من حقه ان هو يبقى مراقب لما تفعله؟ يعني ازاي مراقب؟ انا عايز اعرف، فسرها لي انت. انا عايز تفسير يعني ايه مراقب. يعني معناه اذا حصل تجاوز في التفسير للانجيل او تعنت او فالقضاء مين اللي هيحاسبهم على ما هو اللي يشوف الانجيل الاول. قاضي مسلم ونجيب لك قاضي مسيحي يعني. لا، اللائحة 38 اللي لا دي يعني هي دي القضية؟ لا يعني لو قاضي مسيحي في لائحة 38 قاضي ولائحة. هذه المشكلة، ما قلتش على القاضي بس كده، قلت أنا ما أقدرش ألوم القاضي اللي بيحكم. الموضوع أبعد. طب أكمل. طب اللائحة 38 دي مش موقع عليها من التفاصيل العميقة جدا. هنكمل برضو، لانه انا اعرف ان ناس كتير ما قريتش الحيثيات، يعني ناس كتير سمعت الموضوع بس ما عرفوش ايه الحكاية بالظبط. الامر الذي ياخده معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري لانتفاء ولايته او انتفاء القرار الاداري لا سند لهما من القانون. واضافت المحكمة انه ليس مقبولا من اي جهة دينية ان تتضرع بخصوصية بعض الاحكام الدينية لديها، مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين مما يتبعون تلك العقيدة، مشيرة إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط قد عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقه إلا إذا نص الحكم. أنا هديك سؤال اتقدم لقداسة البابا النهاردة الصبح من أحد الأقباط. يا قداسة البابا، لو تقدم مسلم للمحكمة الإدارية يطلب تصريحا له بزواج خامس وأن هذا يراه حق له، هل سيحكم له القضاء المصري بهذا؟ بالطبع لا، لأنه مخالف للشريعة الإسلامية. لا بس هو الراجل هنا بيقول لك أنه أجازت المادة 69 منها اللائحة بتاعتكم لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق ان يتزوج من شخص اخر الا اذا نص الحكم على حرمان احدهما او كليهما من الزواج، وفي هذه الحاله لا يجوز لمن قضي. شدني انا استني بقى، الراجل ده انا هتعارك معاه. انا بحب اتعارك معايا يا حبيبي. اوافق لواحد وما اوافقش للطرف. لا بليز بقى ابرق بره يا فندم، بره ابونا وحكاك والله. بص حبيبي، من سنتين صدر تعديلات للائحة 38 من المجلس المالي، وانا استغربت، ونشرت في الوقائع المصرية، وحذفت العديد او حذف العديد من اسباب التطليق واختصرت على ما تراه الكنيسة. لا 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 ما تكملش. إيه؟ هو كان في قبل كده اسباب. أكمل. لا 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 لو سمحت. هو كان في اسباب شغالة دي واحدة. تشرح للناس ايه هي القضيه؟ اولا يا سيدنا شرح حاجات كثيره، وانا عايزه يرجع تاني للائحه وبداياتها الى الان، دي مهمه قوي. قداسه البابا زاني، اشرح للناس ايه هي القضيه. قداسه البابا اول ما اتى الى الكرسي عام 71 رفض هذه اللائحه ومعلن وموثق. ايوه اللائحه دي كمين حاططها؟ ما هو ده سيدنا هيقول لك. سيدنا هيقول لك. ما انا قلت لك انا عايز اشتغل معاك للصبح. طيب هنقعد للصبح. ممكن تشرح للناس ايه القضيه اللي كانت قدام المحكمه دي؟ انا عايز الناس تفهم الموضوع كله. هل ممكن الناس مش عارفه الحكايه كلها؟ بابا تاني يغير تاني ولا لا؟ الكلام ده كل الباباوات على نفس الخط، ما دي المشكله. ايه البابا اللي قبل كده؟ واحد. ما ده كلام
الاعلام مش الكلام الحقيقي. طب اتفضل هنسمع بس نفهم ايه القضيه. انا عايز اقول القضيه دي تقدمت للمحكمه، شخص يريد زواج مره اخرى، حكم فيها اتحكم فيها من استاذ مجدي ويليام. مجدي ويليام غير اسماء. ما هذا سمنبر علني. ده انا عايز اقول حاجه قول اكتر يا فندم. اقول لك طب احكي لي انت القضيه. في قضيه من سنتين واحد اتجوز طلق خد تصريح جواز مين تلقفه معرفش راح للمحكمه الاداريه بحجه لا جاب تصريح الجواز منين؟